كيجيو الصباط هو هنايا كيجيو كاين هنا كاين الامكانيه ديال الاولى. دابا هاد السيد هذا شنو مسمي؟ سيدي احمد الفيلالي. سيدي احمد الفيلالي ماشي من الفيلاله سيدي؟ اه من الجنوب جاي لهنايا. لهنا في ايام الجهاد اللي كانوا كيجيو من الصحراء ومن الجنوب باش يجاهدوا في المنطقه المتوسطيه. وعيدا التواجد ديالو اش غادي يكون؟ قرن 16 هاكاك. اذا ديك الفتره ديال الهجوم البرتغالي ديال السعديين الوطاسيين هي قبل السعديين. قبل هي الفتره ديال تراجع الدوله الوطاسيه وبيع ديك حمل. ها الجروبو ديالنا عاد واصل. المؤرخ ديالنا شجرة معمرة. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سيدي أحمد الفيلالي سيد المنطقة الارتفاع هنايا سيدي حسن 1161 هنايا. يلا سيد دونك هذه المباني المتوفرة. الو شنو كاين هنا؟ الو نشوفوا شنو كاين. نخدموا الهاتف يعطينا شويه ديال الاناره. يلا وليدي فين داك البيل؟ فين هو؟ انا تقوت لي زابليكاسيون كثروا علينا تقوت لي زيكون. ويتيل 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 وي وي صافي صافي هو جاي مخبى هنايا. المنطقة كان نشوفو وي شنو هي؟ بون داكشي اللي كنشوف فيها كيتجمع فيها الماء الماء ديال الشتاء كيجي مع هذه المسطوحه هذا الشيء كيدخل تما وكيخزن كيتعمر الماء كبيره كبيره مطفيه مطفيه صافي. اذا نطفيو انا كنت بغيت زعما عاد نضوي باش هذا نطفي باش صافي يهضر بدروجتي سقفه مزيان. اذا سمعتوا الاخ الماء ديال السطوحه كيخليو الشتاء الاولى قبلوا ليها السوته ملهي وملهي وكيدوز حتى تطاسي الدنيا تكون ديك الشمس هنا وي كتخويو كتعمر على النيفو ديال هذاك على هذا النيفو هذا على النيفو تيبدا يعمر ملطه مزيان يعمر بسطر هنايا وهنا ودايرين دريجات باش حتى باش ما يبقاو تابعين النيفو ديال الماء عاديا كتسدها شي حديد باش تبداش ايوا باش ما وصلتوا حنا يلا وصلنا اكي جبدها ياك حنا اختصرنا واحد الراكورسي ولا هي ولكن ما هي هي لا بالعكس راكورسي حنا راه تعطلنا بقينا كن بديتو مرتيه برتقاليه البرتغاليه شتيها فين هي جديده في الجديده وي 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 سقايه سقايه دخلت لها دوك البناء انا اللي عجبني فيها مبنيه واحد هادو مقابر غادي يكونوا نو هذا هذا ماشي شاهد لا ها لا ها لا مقبره الو قاعد بعد مصداع كاع ما تعرف داكشي قديم نديرو واحد الدوره على السيد والبناء قديم واحد البرد هنا البرد كيقشر هذا كيبيلا كما كيقولوا اسبانيول ياك سميقلي سميقلي ياك تبارك الله على سيدي سليمان ياك لا باقي ما وصلش في طريقه الى تبارك الله الشباب الله يبارك فيك اهلا وسهلا كاين ناس السيد داخل كاين واحد السيد كيقرا جمعنا دير الطقوس ها
نوصلكم لهنايا باش ما تقولوش هذا مكاد البيت هذا انتي رفيج الله رب انا هنا بصراحة جتني الدوخة يمكن لا فاتيك ولا العلو دونك غتسمحوا لي غادي ننزل الفيرتيج با ماشي الفيرتيج مي غادي ننزل وصافي وترحم على نزيل هذا المقام امين اخي امين اللهم اغفر له وارحمه وتقبل منه صالح الاعمال امين غريبه طلعت للفوق جاتني الدوخه هبطت هنا ما كايناش ايوا غير لهنا يا والله العظيم طلع طلع دير شي طلع شوف تأكد ما عرفش علاش غريب والبناء زي ما كتشوفوا البناء قديم باين شوف السطح ندخلوا نشوفوا بسم الله احنا ترحمنا عليه وترحمنا على الروضة الناس ديال الروضة لتحت انتم ما لكم واسع النظر احنا خايك نقول امين يا رب العالمين ايوا سمعوا سمعوا الخطبه الكعبه الكعبه ماشي الكعبه الكعبه سمعوا سمعوا وعوا اهلا سيدي رشيد شتك تغلفتي ضروري تنيتي ايش وي ايش صاك صاك زهيد بدح فيك ها انت شوف اش كياكلوا الموشات هنا باش ما تقولوا امين اللهم اجمع شملهم امين اللهم اصلح اولادكم امين واحفادكم امين واللي له عنده العمل في الرغبه يقر الله يقره امين الله يحفظه امين اللهم انت على وتبارك امين على النبعد مني امين يبعد منك الله يصورني وانا غير نقرا اجي شوف تصوري هنا وليدي فهموا فهموا كثير مش الدار معنا حسه ولا هنايا محمود الله ينجحك لا لا انت سانكيت ولا صاحبي شوف 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 ش